الاخواني نحن جايين اليوم هني في البوليوود هايتس، فبنشوف الشقة. دام انها هي كثير رائعة، ف بسم الله. يوم ندخل نشوف هني على اليسار عندنا هني غرفة الغسيل، بعد هذا عندنا هني حمام حق الضيوف، وهني الصالة كبيرة ما شاء الله عليه، كبيرة جدا. وهني حق اللي هذا تحطه تحت الغنفة، هني بعد الثاني الفيو. هذا أول بلكونة نشوف الفيو مال الداون تاون. ونشوف من فوق برج خليفة. هني بنصير على البلكونة الثانية. هني بعد نفس الشيء داون تاون. يعني ما شاء الله المساحة كبيرة جدا في بلكونتين. الحين بنسير المطبخ، وهني المطبخ بنسير هذا المطبخ. هني هذا الفريج، هني عندنا الدش ووشر. بسم الله. هني الاوفن، هذا شوف، لا هذا اوكي، هذا سد نفتحه هني، هذا اوكي خلاص. وهني حق الاكزوست. زين هني بعد المطبخ بنصير عند الغرف اللي عندنا هني. هذا اول غرفة، الحمام يا الشاور. وهذه الغرفة يعني نفس الشيء بس خليفة بس من ورا مغطية من هنا. هذه حق الملابس. وهني ندخل الماستر بيدروم. ونفس الشيء عندكم الفيو هني مال داون تاون. هني حق الملابس هنا على اليسار، وهني اليمين، وهني الحمام، وهذا حق الشاور والباث. فإذا عندكم أي استفسار عن الشقة اللي صورناكم إياه فتواصلوا وياي، بحط لك الرقم هني على الشاشة وإن شاء الله خير. صور لكم اللونج هني، هذا هو اللونج. ما شاء الله جميل جدا. هذه وهذا الريسبشن اللي هني عندكم هناك. وهني بعد ما تطلع من هنا تشوف من قدامكم عندكم هنا المسجد. هذه الريسبشن اللي هنا. فهذا البودي بس على اليسار. الحين سايرين برج خليفة.
تشوفون. بس اخذ لي 4 دقائق ان اوصل برج خليفه. ابو برج خليفه ويا جماعه المفروض ما يفوتكم هذه الاوفر. استعيلوا اذا حبيتوا الشقه تواصلوا وياي، ان هذا الشقه ما بيكون لفتره طويله دام ان هذا في الماركت، فاذا حبيتوا تواصلوا وياي بسرعه وان شاء الله بنخلص هذا المعامله بسرعه واموركم طيبه. والشقه اللي مال البوليفارد هايت جاهزه، فاذا تبون تستثمر فيه السعر بيكون 4,216,888 درهم وجاهزة، فبيكون دفعتين. أول دفعة بيكون 20% والثاني بيكون 80%، والتسليم بيكون في شهر 11.